فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. أعلن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوم الأحد الموافق 17/5/2020 حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خلال أسبوع عيد الفطر بدءا من الأحد 24 مايو حتى نهاية الشهر. وجاءت أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء على النحو التالي: بدء حظر التجول في تمام 5 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من يوم الأحد المقبل 17/5/2020 وحتى 29 مايو الجاري، إيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات، إغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والمطاعم والحدائق العامة، عودة الحظر في الأسبوع الذي يلي العيد من الساعة 8 مساء، حظر صلاة العيد في الساحات، إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة. صلاة العيد ستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وستقام الشعائر حتى يراها المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع. ارتداء الكمامات الخاصة بالوقاية خلال التواجد في أماكن عامة أو تكدسات للمواطنين بشكل إجباري، وقرارات صارمة بالعقوبات لغير الملتزمين. شرط دخول أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق هو ارتداء الكمامة، وسيطبق على وسائل النقل الجماعي العامة والخاص. تشجيع الحكومة لجميع المصانع على تصنيع الكمامة القماش نظرا لسهولة غسلها واستخدامها أكثر من مرة، مما يوفر على المواطنين خاصة مع توجه الحكومة لفرض الكمامات بشكل إجباري. التوافق إنما بعد أجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30/5 ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع فيروس كورونا. هناك بعض الأنشطة التي سوف تعود بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو المقبل وفقا لضوابط معينة. من ضمن تلك الأنشطة النشاط الرياضي وفتح الأندية سيشهد عودة تدريجية. الحكومة سوف تناقش إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بعد أسابيع من الإغلاق. تقرر بدء امتحانات الثانوية العامة في 21 من يونيو المقبل بدلا من 7 يونيو. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.